كسروا الباب بس الشريف اخدوا اللي انا قلت له اخدوا اللي بقى ماشي حضور لكن الاداره بتاعت مركز التكوين هنا بتاعت الورش كلها الاداره هنا ملفات العيال انا عايز ناس يعني افترى حرام كلب يعني كلب زبالة وعندك ملفات ملفات العيال دي شريف ها؟ ملفات العيال حضرتك هاي المتدربين اهو مرمية على الأرض مش ممكن نروح الباب التصوير يتقدم لمديرية الأمن إذا شغل من نار الشريف ها؟ أنا استنوه على الورق الشريف يقول من ورقة خلصنا الأمور هنا،